وجوه وأجساد الثواب المسلمين. السجن يطلع، شوفوا كمية السجن اللي موجود بداخل كل اطلاقه. تخيلوا هذا يدخل بعيون المتظاهرين السلميين ويتوجه الى اجسادهم. كل هذا بسبب انهم خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة. قدامكم يعني شغلكم، اذا اقول لكم كل دقيقه يجينا واحد جوز ما تصدقون. اليوم الاصابات كلش هواي، اليوم ما ضربونا ولا دخانيه واحده بس سجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تبعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اليوم الحديث سيكون عن استمرار الهجمات الحكومية والقمع من قبل الميليشيات التابعة للحكومة، كذلك باستهداف المتظاهرين وساحات التظاهر بمختلف المحافظات العراقية بسلاح جديد، أسلحة الصيد والطلق المتشظي الذي يخترق أجساد المتظاهرين ويوقع الكثير من الإصابات فيما بينهم. طبعا دعونا نشاهد مقطع لإصابة متظاهر في بغداد ببندقية صيد ما أدى إلى فقدانه البصر في العين اليسرى، فلنشاهد. شرفك ما بيك شيء والله، ما بيك بالجفن. اه بس بعد ما اشوف. لا شوف لان شوي لين مسدوده. شوف ما بيك شيء، ما بيك شوي بصره راح بس اللي يدك معي. تعال تعال بس جوا جوا يظلك. اي اوكي جوا. طبعا روى بعض المتظاهرين ما تعرضوا له بعد كذلك طبعا في مسلسل الخطف ما تعرض له بعد خطفهم لأيام على يد الميليشيات الموالية لإيران في العراق، عن قصص اعتقالهم قرب منازلهم والتعذيب الذي تعرضوا له على يد هذه الميليشيات. دعونا نشاهد جزءا من حديثهم. البيت عندهم، هذا البيت يعني ما أعرف، ما شفت بس الحيطان مالته. يجون ثلاثة دايم مشتفه وعيوني مغمضه، فضربوني عندهم صوندات وشلاليق، يعني اذوني بالضرب كلش. بقيت عندهم تقريبا 4 ايام. اقول لهم شنو السبب؟ يقولوا لي انت ليش انت تحكي علينا وانت حرقت مقراتنا وتطلع تتظاهر علينا، فما اليوم احنا نريد نكتلك نموتك. تعرضنا لعمليات القمع بشتى الوسائل ومن جهات مختلفة، منها الجهات المعروفة ومنها الجهات المخفية التي كما تسميها الحكومات بالطرف الثالث. تعرضنا للعديد من عمليات الاختطاف، إضافة إلى ذلك العديد من عمليات التهديد والتنكيل وتشويه السمعة والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إن شاء الله مستمرون. ونحن عندما خرجنا إلى هذه الثورة العظيمة وضعنا خياران لا ثالث لهما، وهما أولا أما النصر واسترجاع المطالب المسلوبة التي سلبتها هذه الثلة الفاسدة، وأما أن نرجع محمولين على الأكتاف شهداء في سبيل هذا الوطن وفي سبيل إصلاحه. إذن مشاهدينا الكرام، مسلسل الاستمرار بالاعتداء على المتظاهرين بكافة الأسلحة وبمختلف الوسائل وكذلك عمليات الاعتقال والتعذيب والاختطاف التي تنفذها الميليشيات والقوات الحكومية هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. نتحدث عن الأسباب التي تقود هذه السلطة إلى الاستمرار في انتهاج نهج العنف ضد المتظاهرين رغم إثباته الفشل على مدى هذه الفترة من التظاهرات، وهي تدخل في شهرها الخامس، وتستمر هذه السلطة بانتهاج نفس النهج، موضوع الأسلوب الدموي العنيف في التعامل مع التظاهرات والتعامل مع المتظاهرين السلميين.
لماذا تستمر هذه السلطة بالبقاء على هذا الأسلوب رغم إثباته الفشل طيلة هذه الفترة؟ ما الذي تسعى إليه هذه الأحزاب؟ لماذا لا تلبي مطالب الناس وتترك هذه السلطة وتخرج من حكم العراق تاركة هذه السلطة للعراقيين والحكم للعراقيين لكي يقرروا مصيرهم؟ لماذا تستمر بالتعنت واستخدام هذا الأسلوب الدموي في التعامل مع التظاهرات وقمعها بهذه الطريقة؟ ونسأل كذلك لماذا فقط المجتمع الدولي يستنكر ويستهجن ما يتعرض له العراقيون ولا يتدخل بشكل فعلي من أجل إنقاذهم ومساعدتهم على الخلاص من هذا الحكم الفاسد وهذه الأحزاب التي طغمت على صدور العراقيين طيلة هذه الفترة منذ عام 2003 ولغاية اللحظة؟ طبعا مشاهدينا الكرام، القوات الحكومية إذن تجدد الهجمات على ساحة الخلاني، والمعتصمون في ساحة التحرير وجهوا نداء استغاثة للأمم المتحدة من أجل التدخل لإنقاذهم. وكما طرحنا قبل قليل السؤال عن الأسباب التي تدع المنظمات الدولية، منظمات المجتمع الدولي، الأمم المتحدة وغيرها تنظر إلى القضية العراقية وتكتفي بإصدار بعض التقارير التي تدين جهات لكن لم تسميها بأسمائها، تتحدث بشكل عام وتنظر إلى القضية العراقية بشكل عام بشكل سطحي، لا تدخل، لا تساعد، لا تتدخل من أجل إيقاف حمام الدم الذي نراه الآن في الشوارع العراقية واستمرار استخدام السلطة لهذه الأسلحة المتنوعة والميليشيات كذلك من أجل وأد هذه الثورة واستهداف المتظاهرين فيها. لدينا بعض الرسائل حقيقة الواردة من المشاركين على الواتساب. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، اجتماع بين هادي العامري ومقتدى مع إيران في قم، اتفقوا على توفيق علاوي يكون رئيس الوزراء، أوامر من إيران، وإذا أي شخص في العراق ابن العراق وأصيل شيء مستحيل، اللي يعمل الرمي الحي والسكاكين يقتل أبناء العراق كلها ميليشيات إيران. طيب من معنا؟ السيد محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر يا أخي محمد جهدكم المقدر في دعم الوعي العراقي في وجهه والانتفاضة في وجه الديول إيران. نعم. بعدما تبين وأنه لا يدع مجال للشك بأن الدولة لا تحكم بالديمقراطية بل تحكم بالمرجعية الإيرانية، وجب على العشائر أنهم صراحة يتحركون يجتمعون حتى لو فعلوا ثقافة السحل. هذول ما ينفع فيهم. ما معقول الواحد يطلع يعني يطالب حقه ويرجع لأمه ولا لعياله جثة وفاقد عين وفاقد رجل، ما يصير يا أخوان. نعم. اسمعني أخوي محمد. تفضل. عشان كذا يا أخوي لازم يعني لازم تحركوا يا أخي، يصير ما معقولة هذا الدولة، هذول الناس يا أخي متطرفين يتعبدون الله في قتل العرب. نعم. هذا في أدبيات لازم نصير واضحين، نوضح للناس يا أخوان. نعم. دخول المخدرات للبلد وتدمير العراق، هذه ما جت بالصدفة، هذه خطة، هذا مشروع صهيوني مجوسي بامتياز. وكنا نسمع من الناس الأوائل أن الصهاينة يستهدفون شباب العرب بالمخدرات، وها هم ذيول إيراني هم بالدور، هم ذيول إيران في العراق حزب الشيطان. نعم. يا أخوان هم مبتدعين، وهم كم استفادهم أمريكا استفادهم بقاء إيران وذيول إيران. طيب أنا أكتفي معك بهذا القدر وأشكرك يا سيد محمد، كنت معنا من السعودية. معنا أبو حيدر من النجف، تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوك أستاذ محمد. حياك الله أبو حيدر، أهلا وسهلا. أبو حيدر، فقدنا الاتصال مع السيد أبو حيدر من النجف.
رسالة تقول: السلام عليكم، أني بشرى من بغداد، أحب أوجه كلمة واحدة بس لحكومتنا الفاسدة، أقول لهم أنتوا ناس ما عندكم شرف، والله سبحانه وتعالى بأي نار راح يذبكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، عليكم يا قتلة. زهراء من العمارة تقول: الله أكبر على كل من يقمع ويخطف بالمتظاهرين السلميين اللي ما عندهم غير بس الله، والعالم كلها ضدهم بس عقابهم عند الله، الله راح ياخذ ثارهم، اللهم احفظ العراق وأهله. في رسالة من محمود من مصر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحكومة العراقية عايزة إيه من الشعب؟ حكومة فاسدة مش عزبة بتاعت أبوهم، خلاص كفى، حسبي الله ونعم الوكيل. أم علي من ذي قار تقول: السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ 40 صدمة براس متظاهر، هذا قتل بس قتل بطيء، حتى المتظاهر يظل يتعذب إذا بقى عايش أو يموت بطيء، جريمة موثقة، هل بقيت لديكم ذرة من الرجولة؟ تفوقتم حتى على داعش بالقتل. رسالة تقول: لهفة من ألمانيا، السلام عليكم، تحياتي لك ولجميع الكادر الجميل الراقي بقناتكم الأصيلة، المجرمون سيأتي يومهم قريبا ويدفعون الثمن بما فعلوه بشبابنا السلميين وقتلهم الأبرياء، لعنت الله على الميليشيات المجرمة وعلى رأسهم مقتدى وأتباعه الفاسدين المجرمين، والنصر للعراق وأسود الرافدين، يا رب العالمين يمهل ولا يهمل، الله سبحانه وتعالى. شكرا يا لهفة. في رسالة لدينا من أبو أوس من تركيا يقول: عندما تقود الحكومة الشعب إلى خراب بشتى الوسائل والإمكانات، يصبح عصيان كل فرد من أفراد الشعب حقا من حقوقه بل واجبا وطنيا. إن الحياة كلمة وموقف، الجبناء لا يكتبون التاريخ، التاريخ يكتبه عشاق الوطن وقادة ثورة الحق والفقراء. شكرا يا أبو أوس. أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ محمد المحترم ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام والثوار شعلة العراق. التظاهر سلمي، أثبت للعالم كل شيء توقع من هذه الميليشيات وقادتها وأحزابها، كلهم قاتلوا مع إيران ضد الجيش العراقي بالحرب الإيرانية العراقية، وكانوا يطلقون بالحديث أنهم يقاتلون العدو العراقي مع الجمهورية الإسلامية، والنصر حليف الثورة والثوار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أبو حاتم. أبو حيدر من النجف عاد مرة أخرى، تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أبو جاسم؟ وإحنا نشكر قناة الرافدين على وقفتها للمتظاهرين. نعم. طبعا نشكركم من أول يوم مع لحد الآن، أنتم ما عفتوا المتظاهرين. هذا واجبنا يا أبو حيدر. والله إحنا نشكركم حيل هواي هواي قناة الرافدين أستاذ محمد. الله يبارك بيك ويسلمك. والله أستاذ محمد، يعني المتظاهرين قاعد يموتون بالخالي بلاش، يعني هيك ماكو، يعني ما بيها أي سبب، يعني شنو السبب اللي ليش قاعد يقتلون المتظاهرين؟ ليش؟ إحنا هذا الشيء بدنا نسأله يا أبو حيدر. يعني 5 أشهر حتصير على التظاهرات يعني وتستمر الحكومة بهذا يعني الأسلوب، يعني 4 أشهر صار يقتلون بيهم. نعم. يخطفون بيهم، ما طلع وزير الدفاع واستنكر قال يابا هذا ليش قاعد يصير هيك بالمتظاهرين، ما طلع وزير الداخلية وقال ليش يقتلون المتظاهرين. نعم. يعني مو حاطين وزير، مو وزير دفاع وزير داخلية. ليش شنو شغل، يعني شنو شغله وزير الداخليه، شنو شغله وزير الدفاع، ليش ما يطلع، ليش ما يصرح؟ نعم. ليش ما يمنع ذول اللي قاعد يقتلون بالمتظاهرين؟ ليش خطيه هاي الوادم قاعده بالبرد وشافت الضيم وعليها اللقمه حسره؟ ليش يعني؟ نعم. رجع الدوام، انا اللي اخابركم من النجف، رجع الدوام بالنجف اعتيادي، فتحوا المدارس وفتحوا الدوائر وقاموا يداومون وكلهم قاعد يداومون. ولا كأنما ذاك اليوم 25 شهيد بالنجف. نعم. وقاعد يوقفون الصبيح بكل مكانات النجف، ما يخعد عالم ود المتظاهرين، ما يقطعون الشوارع وما يسدون الشوارع وما يحرقون تايرات كلهم.
نعم. وجاي يجون ذول لحد الان قبعات الزرق بالساحه ماخذين الساحه. موجودين بعدهم بالنجف؟ طبعا استاذ محمد موجودين، وقبل يومين انخطف واحد من النجف سمعت انا به. نعم. اللي هو من الساحه مخطوف. يعني 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 انت واحد رجل معمم جابك للسياسه. انت روح للدين جابك للسياسه. نعم. ما يصير يعني طلع هاي الوادم جاي يصيح ما اريدكم عامل ما اريدكم تجيبون هذا علاوي تحطوه. ما يصير عمي ما يصير. يعني انا اليوم اصيح وهذا ما اريدك. واحد هسه انت قاعد ببيت ابوك وابوك يقول لك ما اريدك تبقى ببيت ابوك تضيق قاعد. ها؟ نعم. تظل ببيت ابوك قاعد ما تظل ببيت ابوك يا استاذ محمد. هسه هاي الوادم الملايين هاي قاعد تطلع تصيح ما اريدكم عمي ما اريدكم وطلعوا ما اريدكم. ليش باقين لعب؟ ليش باقين ومكلبين بهالكراسي؟ استاذ محمد خلي يسمعني الشعب العراقي، سلميه ما تفيد بعد. كل سلميه ما تفيد. اول 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 المتظاهرين اول شيء لازم بعد ينهوها يطبون وينهوها. ابو حيدر بس هذا الشيء هم اللي دا ينتظروه. يعني موضوع تغيير السلمية، تغيير التظاهرات من سلمية إلى غير شيء، هذا اللي دا تتمناه هاي الحكومة، دا تنتظر هاي الميليشيات. أقول لك أستاذ محمد صار لهم 4 أشهر قاعدين متظاهرين بالساحات، شنو اللي يهامهم هم؟ حتى دوام قاعد يداومون، شنو اللي يهامهم هم؟ يقول لك خلي الوادم بعد يظل بالساحات سنتين، 3 سنين، احنا شنو علاقة بهم؟ ما يفيد بعد سلمية ما تأكل أنا عدنا بالعراق. يبقى رأيك يا أبو حيدر لكن الإجماع بالعراق هو السلمية، لأنه أي تغيير بهذا الشعار وأي تغيير بهاي السياسة حتدمر التظاهرات يا أبو حيدر. أبو قاعد يموتون من عدنا يا أستاذ محمد يوم إحنا. فاهم عليك. ومدري 1000 شهيد لو من البداية خافين ما تروح عدد متظاهرين يموتون. تدري يا ابو حيدر انه بسبب وقوف لغايه هاي اللحظه، وقوف المجتمع الدولي ويا هاي الحكومه لغايه هاي اللحظه، هاي الحكومه دا تنتظر خطوه من المتظاهرين باستخدام اسلوب غير السلميه حتى يكون اكو مبرر. تقوم تروج تقول خلايا داعش. هسه تطلع لكم بهواي قصص وتبدا تبيد التظاهرات، واذا وقعوا 1000 شهيد بالسلميه يوقعون ربما 100,000 شهيد بالمستقبل. والله يا استاذ محمد لو طابين من البدايه ما يوقعون 200 شهيد. انت تقول يا ابو حيدر. طيب انا اشكرك يا ابو حيدر، كنت معنا من النجف. تبقى هي وجهات نظر وتبقى هي اراء، لكن في النهايه نقول ان سلاح السلميه الذي استخدمه المتظاهرون منذ اول يوم في التظاهرات من 1 تشرين الأول اثبت انه سلاح قوي وفعال. اسقط حكومه عبد المهدي، احرج هذه الأحزاب والكتل السياسية، كشف الأقنعة عن شخصيات كانت تدعي أنها راعية الإصلاح وأنها تقف إلى جانب المتظاهرين، كشفت الغطاء عن كثير من الشخصيات التي ظهرت حقيقتها في هذه الثورة. سلاح السلمية هو كان هذا السلاح الفعال، وإلا لو كان هناك أسلوب، وهذا طبعا ما سعت إليه المظاهرات بشيطنتها بالترويج أنهم سيقتحمون الخضراء، وطلع قيس الخزعلي يهدد وغيرها حتى يحرفون المظاهرات السلمية عن مسارها، حتى يكون اكو عندهم سبب انه يبيدوها بشكل، ويكون هناك مبرر دولي لهم وغطاء دولي انه سووا اللي تريدوه، هاي مظاهرات مو سلمية، ذولا ناس شايلين سلاح. هذا اللي تسعى اليه السلطة وتسعى اليه الاحزاب الحاكمة والميليشيات من اول يوم انطلقت به هاي التظاهرات. مصطفى من مصر تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يكرمك، نحييك ونحيي الثورة العراقية العربية المديدة ونحيي أهلينا. نعم. وقلوبنا بتنزف دم والله، ربنا يعلم، إن شاء الله انتصر العراق فعليا بإذن الله تعالى. أما سيدي بالنسبة للاستمرار عصابة ما يسمى الأحزاب بقتل الأبرياء وضرب الرصاص وبرادة السرية، سيدي اللغز بتاعها صعب جدا. يعني إيه تستخدم بنادق الصيد مع احترامي طبعا، بنادق صيد الحيوانات تستخدمها ضد بناء الوطن، يعني معناها ايه؟ معناها ان انا مثلا
انتم الحيوانات يا مجرمين اللي بتستخدموا بنادق الصيد، انتم الحيوانات مش احنا، مش الشعوب العربيه حره ابدا. تضرب ببنادق الصيد جهارا نهارا بدون محاسبه وبدون عقاب ابدا. نعم. فسيدي هناك رد طرف، هناك رد طرف على جرائمهم، ده اللي خلاهم يستمروا في الجرائم. الامم المتحده ساكته، منظمات حقوق الانسان ساكته، مجرد تنديد، يعني مجرد تنديد كان انا شخص مدني بندد بقول له اديني هذا العرنك بدون فاعليه. نعم. منظمات حقوق الانسان يا سيدي عندها حاله من حالات الرضا يا سيدي، والجماعه العربيه يا سيدي سودت وجوهنا، سودت وجوهنا، اصبحنا والله كريم فوق الله. والله انكفر العراق، والله العظيم انتفض، ونمجد لك يا ابو العروبه ولكل من يدافع عن ترابك، وعاش العراق، عاش العراق، وانا اشكرك. شكرا يا سيد مصطفى من مصر، ونقدر حقيقه دموعك وشعورك الوطني العروبي تجاه العراق. حقيقه يعني ما يعيشه العراقيون بشكل عام هي ماساه حقيقيه منذ ابتلائهم بالاحتلال عام 2003 ولغايه هذه اللحظه. وكل من جاء مع الاحتلال من أحزاب موالية لإيران، من إيران نفسها التي دخلت إلى العراق وتحكمت به وسيطرت على حكمه وأصبحت هي القائد الفعلي للعراق للأسف الشديد، دخل العراق إلى نفق مظلم وبدأ يسقط شيئا فشيئا للأسف الشديد نقولها، لكن هذه هي الحقيقة. لم يبقى شيء في العراق على قيد الحياة، مات كل شيء تقريبا، فقد العراقيون كل ما يمكن أن يمكنهم من الشعور أنهم يعيشون في وطن حقيقي. فقدوا الأمن، فقدوا الاقتصاد، فقدوا الحياة الاجتماعية الكريمة، فقدوا كثير من الأحيان جاءت عليهم فترات فقدوا حتى الترابط الأسري فيما بينهم، ودخلنا في مشاكل كثيرة. ولكن الحمد لله، يعني نقول ثورة تشرين هي تصحيح للمسار واستعادة للوطن المسلوب على يد الاحتلال الأمريكي، الاحتلالين الأمريكي والإيراني. محمد من الرمادي تفضل. عليكم، شلونك أستاذ العزيز، شلون صحتك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. أشكر قناة الرافدين على هذا المنبر الحر، وأشكر جميع المشاهدين، يحفظكم ويسر لكم أموركم. أستاذ عم أشير إلى نقطة مهمة، أنه هاي المظاهرات نعم. الحمد لله كشفت جاء في هذا العراق، وكل مؤسس على باطل فهو باطل. هاي الحكم لحد الآن هي من أساسها باطل، فالله عز وجل لله ينصر الباطل على الحق. هم بنوا بنيانهم على القتل والتهجير والظلم على المكونات كلها، تبين أن هم مو بس حاقدين على السنة وحاقدين على الحق العراقي. أنت يا أخي تتحرم من واحد سياسي يدعي السياسي قاتل ويا دولة ضد دولته، ويعتبر أن هذا الدولة عدو لمن هو اصلا جاء عدو للشعب العراقي، عاد بالتاريخ حقد فارسي، حقد مجوسي، حقد بكل معنى الكلمه على العراق. فهذا ما تحرك في خير العراق. العراق هسه مستباح من كل دول العالم، يعني تبكي على العراق مثل بكاء اكثر حقدا على العراق وعلى الوطن العربي. لكن ما على لا نشرح على ذول الفارسيين، ولا نشرح على ايران، ولا نشرح على اخوتنا العرب، ولا اغلب الشعوب العربيه هي الشعب العراقي. لكن ما باليد حيله، انا لله وانا له، ان الله ونعم الوكيل. نسال الله ان يفك هاي الغمه عن هاي الامه. امين يا محمد. الفارس ان شاء الله. الجميع ان يطبخ بالحق ضد الظلم، وربي ان شاء الله ينصر المظاهرين وينصر كل شعب العراق على هاي الفئه الضاله ان شاء الله. بارك الله بك يا محمد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرمادي. مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي يا أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حضرتك وإلى حضرتك الشريفة ولكل عراقي شريف. أهلا وسهلا. أستاذ والله أنا أتعجب من الدول أمم، وين الأمم المتحدة؟ هي بحالنا أمم المتحدة؟ التاريخ صار 70 سنة فلسطين أنطوا حقوق الفلسطينيين، أنطوا حقوق المسلمين في الصين، أنطوا حقوق المسلمين في عند السيخ والبوذيين والهندوس، أنطوا حقوق الصومال، أنطوا حقوق الشعب العراقي، أنطوا حقوق السوريين اللي يبادون يوميا بالعشرات بالمئات. أنت تتصور أنه الأمم المتحدة أصلا هي قابلة وهي مؤيدة الحكومة العراقية في إبادة الشعب العراقي. زين أستاذ، بعدين أنه مقتدى الصدر ترى يعني بكي لأنه صار له 17 سنة استطاع أن يجهز جيش أكثر من مليونين كله من الحشد، كله تعلموا على حرب العصابات وحرب الشوارع، يعني من يضربون شاب بطلقات الصيد مال العصافير والطيور وبيقتلون موت بطيء، شنو من بشرية هذولة؟ أصلا لا عندهم قلب ولا عندهم غيرة، أصلا كانوا كلهم حفاي. هسه من كان حافي صاب هسه بالوقت الحاضر تتصور انه يقدر ينطيها بعد الى الشعب العراقي؟ لا ما ينطيها، لكن يقول لك انا عايش بحياه نعيم وانا شعليه من الشعب العراقي. يقبل يقبل ما يقبل، هذا هو. بعدين استاذ انت تعتب على الامم المتحده، ليش احنا ما نعتب على الدول العربيه؟ ليش ما تقوم بسحب السفراء الايرانيين والسفراء العراقيين اللي موجودين في الدول العربيه ومسانده للمتظاهرين؟ ليش احنا نشوف ترى هي الشغله صار لها ترى اكثر من 10 سنوات هم ضد الشيعه، هم هاي الحكومه مالتنا، لان احنا المفروض الشيعه كان يتحسسون لهذا الموقف قبل ما يتعظم الامر عليهم. أصبحوا ينقتلون واحد واحد لأنه يعني تفاجأوا بالمظاهرات. يعني هي كانت فعلا بس ضد الشيعة، هي كانت ضد كل العراقيين يا أم عبد الله. احنا لنخلي الموضوع بس على صفوا السنة والمقاومة السنية وانفرحوا على الشيعة، فلهذا احنا الشعب العراقي ككل بكل طوائفه احنا معرضين للقتل والإبادة. بعدين قالي هذا أبو النجف يقول انه نجحت الامور اعتياديه بالنجف والمدارس وفتحت ما ادري شنو، اقول انه ترى ربع القضيه ترى على الشعب العراقي او نص القضيه ترى على الشعب العراقي، احنا ترى احنا السبب في اذا خندت لا سامح الله فاحنا السبب، احنا المفروض كان نأيدهم تأييد كامل ويطلعون حتى النساء حتى الاطفال حتى الشيوخ يأيدون المتظاهرين، ليش بينقتلون؟ بعدين رجال الدين حتى رجال الدين اذا هو حافي يلبسه فينه براسه يقول له روح احسن تصير رجل ديني ولا تروح تصير بالحشد، يعني هم كانوا يعني ماخذين يعني عدتهم للقضاء على الشعب العراقي، فهي الشغله ترى شغله محسوسه. فاني اعتب على الشعب العراقي واعتب على الحكومات العربيه وما علينا احنا من الامم المتحده، الامم المتحده ما لها علاقه بقضيتنا، نحن قضيه شعب، شعب عربي وشعب عراقي، المفروض المسانده تكون من قبل الشعب العراقي. وتحياتي لك. شكرا يا ام عبد الله، كنت معنا من بغداد. في بعض الرسائل الوارده مشاهدينا الكرام، احدى المشاركات ندى من الدنمارك تقول: استمرار تجاهل المتظاهرين وقتلهم وتكميم أفواههم بكل أساليب الخطف والتعذيب وسكوت الأمم المتحدة التي فقط تبدي قلقها دليل على تواطؤ العملاء من الخارج مع هذه الحكومة المتغطرسة. اللهم خلص شعبنا من هؤلاء يا الله. رسالة تقول: تحية طيبة إليك عزيزي المقدم وكادر قناتكم الموقرة من كربلاء المقدسة، نحييكم ونقول لكم من يتابع أو نقول لكل من يتابعكم: نحن مستمرون بحراكنا السلمي لاستعادة الوطن المسلوب من قبل أحزاب السلطة الفاسدة التابعة لإيران. نورس يقول: أجمل تحية إلى قناتكم الكريمة، نشكرها على مساندتها للمتظاهرين. بالنسبة لنا حاولوا يسكتونا بأبشع الطرق، لكن صوت الحق أقوى منهم ومن ظلمهم، وصوتنا اللي راح يقضي عليهم قريبا.
السيد مبروك من الإمارات يقول: تحية لك أخي محمد. الثوار رافضون لتكليف محمد توفيق علاوي مرفوض بأمر الشعب، ليعلم ساسة العملية السياسية أنهم مرفوضون رفضا قاطعا، لأنهم هم سبب ما حدث منذ 2003 وللآن من فساد وقتل وقمع وجرائم وسرقات. لذلك الخلاص من الأحزاب بأكملها هو المطلب المهم لنجاح ثورة تشرين. الحق والقيم والعدل لن تذهب هدرا. دماء شهداء تشرين الحق والقيم والعدل، والشعب يريد إسقاط النظام والأحزاب الفاسدة. شكرا يا سيد مبروك. من معنا الآن؟ السيد صباح من بغداد، تفضل يا صباح. عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني احنا نشوف هسه بغداد وجنوب العراق ملتهب، والجرحى والشهداء اللي جاي يسقطون على ايد الطرف الثالث هم الميليشيات، والناس اكتشفوا ان الطرف الثالث هو معروف حاليا من سرايا سلام وجيش مهدي وعصائب وغيرها جاي يقتلون بالشباب يعني بدم بارد. والحكومة يعني حتى محمد علاوي يعني ما بدر من عنده أي قرارات صارمة تجاه الطرف الثالث اللي جاي يقمع ويقتل الشباب. نعم. يعني ما يهمهم دماء الناس، اللي يهمهم هسه تشكيلة الحكومة. وإحنا نعرف هسه هم الكتل وقادة الكتل نفسهم نفس الشكولات هم جاي يجتمعون بالزوايا المظلمة في تشكيل الحكومة، من يأخذ وزارة المالية ومن يأخذ وزارة النفط ومن يأخذ التجارة وغيرها، وجاي يبيعون بالوزارات والمناصب نفس الـ يعني تشكيلات الحكومات السابقة. نعم. راح ترجع نفس الشيء، والدليل أنهم ما جاي يتوافقون من يصير وزير على فلان وزارة ومن يصير الوزارة الثانية، فما يهمهم الشعب جاي يتظاهر حاليا بالبرد وهذا القمع اللي موجود على عيد مكافحة الشغب والميليشيات وغيرها، اللي هم المناصب. فهاي الكتل والأحزاب والسياسيين اللي جربهم الشعب 17 سنة جربناهم ما بيهم أي خير وفايدة للشعب العراقي، ويبقى تبقى المعاناة. احنا المعاناة من 2003 لحد الآن. صباح، شنو الفائدة من إصرار واستمرار الحكومة وهاي الأحزاب على المضي بتشكيل حكومة محمد توفيق علاوي إذا كانت هي مرفوضة من الشعب وما راح يوافق عليها بأي شكل من الأشكال؟ بالطبع أستاذ، احنا شفناهم هاي صار أكثر من 120 يوم قمع موجود، يعني ما دايرين بال للطلبات المتظاهرين وأي شيء، يعني ما دايرين بال، يعني ما عايرين أهمية للناس اللي جاي تتظاهر وتتطالب بأبسط الحقوق. فالحكومة راح تشكل على إيد مثل ما فرضهم حاليا محمد علاوي، ومحمد علاوي جاي يشكل حاليا وتقول الرفض من قبل الشارع العراقي والمتظاهرين هو مرفوض جملة وتفصيلة. بس بالحكومة هو جاي يمشي بأمور وسياقات في سبيل يشكل، فراح يشكل الحكومة رغما عن أنف كل المتظاهرين احنا نعرفها راح تشكل الحكومة، لكن 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 الشعب المفروض به يعني كل العراق من محافظات الغربية وغيرها كلها تقب على هاي التشكيلة وعلى هذا الاختيار الغير صائب لمحمد علاوي. ليش راح يسوي شيء لحق يسوي من نقص من كل الخدمات وتعطيل كل الوزارات، كل الوزارات الخدمية معطلة بسبب هاي الحكومات السابقة، يعني ما قدروا يوفرون أبسط الخدمات للشعب العراقي. ايش راح يسوي هاي الحكومة؟ ما راح توفر أي شيء، بل راح يظل الشعب يعاني ويظل القتل والخطف. وشفناهم احنا يعني هاي الناس اللي انقتلهم أقل يعني 700 شخص انقتلهم واستشهدهم بالمتظاهرين، يعني وقفت الحكومة على كشف القاتل. واحنا كلنا كعراقيين احنا نعرف من هو القاتل ومن اللي يخطف ومن اللي يقمع ومن اللي يقتل الشباب، هم كلهم اما صدريين وسرايا سلام وغيرها، يعني الوزارات كلها واقفه مثل وزاره الدفاع ووزاره الداخليه، المفروض الملف الامني عندهم يكشفون الطرف الثالث منه، لكن هم جزء من هذا الحكومه وما يقدرون يكشفون الطرف الثالث لان وراه ناس حيتان مثل مقتدى الصدر وهادي الحامري وقيس الخزعلي وغيرهم. نعم. وهم نفسهم الاشكولات هاي راح تبقى جاثمة على قلوبنا. صدقني استاذ ماكو اي تغيير اذا ما يدخلون المنطقة الخضراء ويدخلون البرلمان العراقي ويتم محاسبة ومحاكمة كل السياسيين اللي شاركهم بالعملية السياسية من 2003 لحد الان. نعم. يعني ما بيهم شخص نزيه في سبيل تستثنيه تقول هذا الشخص خدم العراق، كان من يكون سني سياسي او سياسي شيعي او كردي، ما بيهم شخص خدم العراق في سبيل. طيب. احنا ندافع عنه،
ناس كلهم سراق وفاسدين ومجرمين ومتسترين على الجرائم. أنا أشكرك سيد صباح، كنت معنا من بغداد، وضحت الفكرة. معنا أبو علي من واسطة، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية للجمهور الرافدين، تحية للشعب العراقي، تحية لثوات تشرين اللي مهما حدث ثورتهم ستقلد. نعم. لأول مرة في تاريخ العراق منذ عام 1920 تكون مظاهرة تستمر لهذه المدة. هذا شهادة التاريخ. ظهرت بدون يعني يدعوها حزب أو تدعوها حركة أو تدعوها طائفة إلى التظاهر. لكن دعاها شيء واحد، هو حب العراق. اللي جاي يصير الآن استاذ عمر في العراق، أنا يمكن ذكرت في برنامج حضرتك وبرامج أخرى. أنه المتظاهرين إذا ما أطلقوا اسم شخص يتأسس الوزراء ما راح يجينا أحد يحكمنا أو يريد ما يحقق مطالب المتظاهرين. محمد توفيق علاوي راح يكون امتداد لحكومة عادل عبد المهدي. لأن الآن المتضح أنه راح تكون هذه الحكومة هي الامتداد، مو لإعلان حكومة طوارئ أو حكومة مؤقتة. قانون الانتخابات ما موجود، ما راح يسوي انتخابات مبكرة. الآن التصارع الأحزاب على الوزراء، وطبعا الأستاذ محمد توفيق علاوي يعني هو فقد الفرصة أن يكون مرشح الجماهير. الآن لو أنه مباشرة جاب وزراء ودزهم إلى البرلمان ورفضوهم وطلع مثل ما هو طلع، يعني هو أساسا حتى الترشيحة ما طلع على قناة فضائية أو غيرها أو قناة التلفزيون العراقي أو غيرها، لا هو طلع على تسجيل صوتي لا أكثر ولا أقل، قال آني رشحوني وراح نصير وراح أسوي وراح أصير. فهو من يطلع يقول آني رفضت الحكومة رفضت وسبب رفض واحد اثنين ثلاثة أربعة وخلاها على الأحزاب، هذا راح يكون يعني عند الجماهير على الأقل أنه نجح بالاختبار. لكن هو اليوم لا، هو امتداد لجماعته يعني من 2005 لحد الآن. نعم. اللي تحقق بالعراق وما يتحقق بأي شرط، ما تحقق. وحتى لو هو خلينا نقول انه هو شخص اجى ترشيح، هو ما يتحقق باي شرط من شروط المتظاهرين، يعني لا هو مستقل، لا هو خالي من الفساد وما عليه شيء نظيف سجله، بالعكس شغل مناصب وزاريه سابقا وعليه ملفات فساد وهارب من قضيه محكوم عليه سابقا، يعني كثير من قضايا الفساد اصلا تطال هذا الشخص بالاضافه الى انتماءاته وارتباطاته، يعني ما راح يحقق اي شيء من مطالب المتظاهرين بالنهايه. يا هو استاذ عمر هو اساسا ما يحقق لان الان قاعد يمشي للاحزاب، لكن احنا خلينا نكون واقعيين، هو انفرض لو ما انفرض؟ هو انفرض. اليوم صار رئيس وزراء وجاي يتجادل ويتناقش مع الكتل، لكن هل هو يعني يقدر انه يكون عند كلمته اللي قالها انه انا اوقف مع المتظاهرين؟ هل يقدر انه يقلب الطاوله على الكتل السياسيه اللي جابته؟ هو يقدر، ممكن يقول انه شخص ذكي واخذ مع الكتل وجابه ورشحه، لكن خليني يقلب الطاوله، خلي يصير الان بدا المتظاهرين واقفين ضده يصيرون ضده، بس هم اساسا يعني مع احترام لهذه الكلمه، هم متربعين على انه يبقى العراق، يحتلوا العراق، ترى هذا احتلال انه تاخذ سلطه من بلد بدون انتخابات نزيهه وبدون اي مصوغ قانوني، هذا احتلال. سواء في احتلال خارجي او داخلي. فلذلك اخي الكريم هذه الحكومه الجايه من ما تكلم الاخ السابق، هذه اساسا امتداد وراح تستمر لمده 3 سنوات على الانتخابات الموجوده. طيب. لكن هل هم يظنون التظاهرات راح تسكت؟ لا مستحيل، لان اساسا ما في ما في احد طلعهم حتى يقول لهم يلا رجعوا. صحيح. اللي طلعتهم انفسهم وقلوبهم. صحيح. فلذلك راح يبقون. ونقول ان شاء الله العراق ما ينكسر والعراق باقي. شكرا يا ابو علي، كنت معنا من واسط، اشكرك للمشاركه. رياض من امريكا، تفضل يا رياض. سيد رياض، فقدنا الاتصال مع رياض. طيب، فيما تبقى من وقت مشاهدينا الكرام نقرا الرسائل الوارده على الواتساب. في رساله تقول ممكن نافذه انت ترى، لان والله انمسحت من الجهاز ومن يطلع على الشريط مال الاخبار ما لحق بي، اتمنى تدزوه. طيب، بامكان حضرتك المشاركه الحقيقه. زهراء من العماره، السيده زهراء. زهراء، خدمة أنت ترى موجودة طبعا على شاشة قناة الرافدين، تعرض دائما، وإذا كنت ترغبين أيضا بإمكانك الذهاب إلى الموقع الإلكتروني للقناة الرافدين.org، أيضا بإمكانك أن تجدين الخاصية خاصية أنت ترى،
أو التواصل معنا على صفحة القناة على الفيسبوك أيضا، قناة الرافدين الفضائية على الفيسبوك، بإمكانك أن تقوم بإرسال ما تريدين من مقاطع. السلام عليكم، أبو حيدر من النجف، رسالة إلى كل الشعب العراقي. الفتاوى وخطب الجمعة اللي يلقيها عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي ليست من علي السيستاني، بل هي من محمد رضا. هو اللي يعطي الفتاوى هو يقول، يتساءل هل هو مجتهد، هل هو عالم، هل هو مرجع؟ خلي يعلم الشعب العراقي أن المرجعية الدينية في النجف الأشرف باطل، لأن محمد رضا هو من يعطي الفتوى لا علي السيستاني، والله على ما أقول شهيد. في رسالة تقول، مساء الخير أخي محمد، لك والقناة وجميع المشاهدين الكرام، ونقول الصبر للشعب العراقي المناضل. أخوي العزيز، سقطت جميع الأقنعة والنصر قريب. أبو جعفر من السعودية، شكرا يا أبو جعفر. يقول أحد المشاركين، سؤال للمتظاهرين لا دخل للرافدين الحبيبة فيه، لماذا الناس هي المسؤولة عن دخول داعش، وللموصل والأنبار والقوات الأمنية ليست مسؤولة عن الذين يقتلون الشباب الأحرار، وهي اللي تقول أنها تطلق النار في الهواء، والأحزاب هي اللي تطلق النار على صدور المتظاهرين، وهذه القوات الأمنية هي اللي فرت من قبل لتسليم المدن للدواعش؟ الإجابة هي مفتاح الحل. يعني من واجب، طبعا قضية الموصل وهي الموضوع السابق، طبعا لغاية هاي اللحظة لم يحاسب عليه المسؤولون، ونوري المالكي المسؤول الأول عن ما حدث للعراق بدخول تنظيم الدولة ودمار المدن واحتلال الموصل وسقوطها وهروب الجيش بهذه الطريقة مسؤول عنه، ولم يحاسب حتى هذه اللحظة. كيف لهذه الأحزاب اللي جاءت من 2003 ولغاية هاي اللحظة أن تقوم بمحاسبة فاسد، أن تقوم بمحاسبة مجرم حرب، أو أن تقوم بمحاسبة أي مسؤول ارتكب خطأ معين، ارتكب انتهاكات ضد المال العام أو ضد حقوق الإنسان أو بأي انتهاك قام به؟ لم نرى حتى هذه اللحظة أي مسؤول قامت أي حكومة من حكومات ما بعد الاحتلال بمحاسبته، بمعاقبته، بملاحقته قانونيا، بوضعه بالسجن نتيجة انتهاكات قام بها. نراهم يتمتعون بحصانتهم، نراهم يستثمرون المناصب حتى بعد خروج المالكي من المنصب أو غيره من الشخصيات، يتمتعون بكل الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها أثناء المنصب. يقول سعد من السعودية، ما يحدث من هذه العصابات من قمع للمتظاهرين شعورهم بالنهاية الحتمية لا محالة، لقد ضاق الخناق على هؤلاء المجرمين وبدأ التخبط بينهم يدب في أركانهم، والمجد للعراق وأهله الشرفاء. شكرا لك يا سعد. سلمان الخزرجي من كندا يقول، السلام عليكم، هذه الحكومة مجموعة من السراق والقتل الذين تربوا بالشوارع وكانوا يتضورون جوعا، والآن هذه السلطة وأموال السحت جعلت منهم وحوش يتناهشون فيما بينهم للحصول على كل شيء، لن يتنازلوا حتى يسحلوا بالشوارع، وشكرا. رسالة تقول، تحية لحضرتك ولقناة الرافدين صوت الحق، أني أؤيد أبو حيدر، تحياتي له. لا شبابنا راحت، ما بقى أحد. أحمد الأسدي، شكرا يا أحمد. رسالة تقول، السلام عليكم، تحية للكادر والمشاهدين الكرام، لن تقوم للعراق قائمة حتى يرجع الجيش العراقي إلى قوته وولائه ويتم القضاء على كل الميليشيات، وشكرا. في رسالة، أستاذ محمد مرحبا، تم الاتفاق بين أمريكا وإيران أن الأولى سلمت العراق لإيران بصفة احتلال العراق، إذن أصبح الشعب العراقي دخيل على إيران ويجب إبادته، هذا من وجهة نظر طبعا الإيرانيين والاحتلال الأمريكي والإيراني، لذلك يستخدمون أحقر الأسلحة لإبادة الشعب، ولكن لن يدوم هذا، لابد للنصر. تحياتي لك. في رسالة تقول، السلام عليكم يا أخي، أمريكا تفعل ما تريد في العراق، وأمريكا هي أمم المتحدة، أدعو الله أن يفرج عليكم. رسالة، أني من الأحواز، إيران ها شتيمة وسب،
أريد أفهم حقيقة يعني. هذه الشتائم. طيب. السلام عليكم، أنا أم لمار من العمارة. عجيب هاي الناس شبيها، ليش عقلها معدوم؟ يعني هاي الشباب الزينة اللي جاي تموت وتتصوب، ما حد يرف قلب عليهم وما حد يقول ليش لحد هسه ما حد حقق مطالبهم، ومركزين بس على رقص فلان وفلانة بدون حجاب، وكأنهم هم اللي يحاسبون هم زين يوم القيامة بيد رب العالمين. السلام عليكم، أم هيثم من عمان تقول: تحية لقناتكم العراقية الشريفة. إلى متى تبقى الميليشيات الإيرانية تقتل بشبابنا الأبطال؟ الحكومة لأعمالها تثبت أنها عميلة، أو بأعمالها تثبت أنها عميلة لإيران بموافقة أمريكا، وما ناقصهم من هاي الجرائم غير أنهم يعلنون أنهم إيرانيون، والشعب يعرف. تحية، والشعب يعرف. تحية لقناتكم، شكرا لك. في رسالة: تحية حب واعتزاز للرافدين، أنا محمد بن السماوة أتصل عليكم وما حصلكم. وأخ محمد، نعم هناك مشكلة كانت في الاتصالات. من حقي أن أفتخر بحب واعتزازي وبكل جدارة، هذا أقل ما يجب أن أقدمه للرافدين، فألف تحية وحب وإجلال للرافدين. شكرا جزيلا لك سيد محمد من السماوة. في رسالة أم وطن تقول: السلام عليكم، فتح صدر الوطن وافتخر بيهم، وافتخر بيهم لأن شاف العالم لايق عليهم. شكرا جزيلا. أبو علي التميمي يقول: أبو علي التميمي قام بإرسال مقطع حقيقة، ولا يمكن لا يمكننا نعرض المقاطع التي ترسل عن طريق الواتساب في الحلقة مباشرة، يجب أن تفحص وبعد ذلك يتم عرضها إذا كانت مناسبة. أشكر الجميع مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.